السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نتمنى يلحقكم هذا الفيديو ويلقاكم بصحة جيدة. اليوم نديرو لاموستيل، وهذه نوعية من السمك. طريقة الطهي تحت البواسون، رايح نديروه بابيوت. كنت وجدت معاكم وصفات في الفوغ، مشوي، مقلي، وهذا الخطرة هذا النوعية تاع السمك، لخطر عنده لابو تاعو تخي ديليكات، يعني طريه بزاف. على هكذا نوجدوه بابيوت. دوكا نمغني البواسون تاعنا. درت هنايا زيت الزيتون والثوم، شويه فلفل حار وشويه فلفل زيد والقارص. ودركا ندير لهم الملح، نملحهم مليح كيما على بالكم لي بواسون يحبوا الملح. هنا في البلاطو تاعنا جبت البابي الومنيوم، زدت له بابي كويسون في الوسط، حطيت الحوت تاعنا، درت له هذه اون بونش تاع الزعتر، الغومارين، وشطبة تاع زيتها. انتم ما تقدروا ديروا واش عندكم. زدت له شويه زيت الزيتون من الفوق، زدت له هاد لي طخونش تاع القارص، هكذا. ودركا نغلفوه بهاد البابيي. هكذا بهذا الشكل، ونديرو في سنيوة ونكمل كامل حبة التوعي. وهنا من بعد ما طابو دوكا نوريهم لكم. فوالا نفتح البابي تاعنا، ها هو البواسون تاعنا من بعد ما طاب. وبهذه الطريقه تقدروا ديروا اي نوعيه تاع السمك، تطيبوه بهذه الطريقه تاع بابيوت. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، والى الملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.